باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. اليوم أيها الأحباء عشية التاسع من بقونا، والعيد ده يخصنا إحنا شعب مصر القديمة، ويخص بالأكثر كنيسة أبو سيفين هنا الأثرية. زي النهاردة من 819 سنة، من كم سنة؟ مش سامع حاجة، من كم سنة؟ من 819 سنة بالظبط، زي النهاردة جه رفاط أبو سيفين اللي قدامنا ده الكنيسة دي. والكنيسة القبطية بتعيد، وده كان أول مجيء رفاط أبو سيفين مصر، كان جاي من قيصرية الكبدوك، وكان ده البابا يؤنس السادس البطرك الـ74. ممكن حضراتكم تظبطوا عشان الناس مش شايفة منها. شكرا. البابا يؤنس السادس البطريرك الـ74. انتوا عارفين ان الكنيسة دي وكنيسة المعلقة كان البطارقة بيتبادلوا الأوعاد فيهم. البطارقة كانوا يقعدوا في المعلقة، يقعدوا في أبو سيفين، المكانين اخوات بعض. فالبطرك ده حب ان هو يجيب البابا يؤنس السادس ده رفاط أبو سيفين للكنيسة دي، وبذل مساعي كبيرة قوي وربنا وفقه وجاب الرفاط، دخل الكنيسة دي في اليوم ده. كان ده سنة 1204، يعني بداية القرن الـ13، يعني بالظبط من 819 سنة. يعني عشنا العيد اللي جاي يبقى 800 وكام يا معلم؟ و20 إن شاء الله. فالنهاردة احنا بنحتفل بعيد قومي لينا هنا في أبو سيفين، وهنا للكنيسة دي بتشريف ومباركة بهذه الزخيرة السمينة جدا المكرمة رفاط القديس أبو سيفين. السيد المسيح يا أخواتي كلمة مهمة قوي كان بيقولها لكل اللي هو عايزه يكون معاه، كان بيقوله اتبعني. لما ابتدى اقعد يا حبيبي اللي واقف ده، خليه يقعد، اقعد يا سكر، اقعد يا حبيبي، ما تخلوش يقف كده، ايوه شاطر. كان يسوع يقول للتلاميذ اتبعني، عد على لاوي وقال له اتبعني، عد على بطرس واندراوس وقال لهم اتبعني، عد على يعقوب ويوحنا وقال لهم اتبعني، وكتير. ولو تفتكروا في آخر إنجيل يوحنا بعد لما عاتب بطرس قال له جملة عايزكم تحفظوها، قال له اتبعني أنت. كان الأنبا كيرولوس مطران ميلانو الله ينيح نفسه فنان، فرسم صورة للسيد المسيح بيشاور كده، وهو شاطر قوي في الفن بتاعه. فأنت منين ما تبقى واقف تلاقي المسيح إيه بيشاور عليك، وكتب تحتها اتبعني أنت. لغاية وقت قريب كانت الصورة دي عندي في القلاية بس الشمس بوضتها، لكن كنت أحبها قوي لأنه فيها حاجة شخصية. المسيح بيقول لي كل يوم اتبعني أنت، اتبعيني أنت، اتبعني أنت يا يوليوس، اتبعني أنت تقول باسمك يا عبد المسيح يا مريم يا مارينا. التبعية للمسيح، المسيح كان يحب قوي اللي يتبعوه، والكنيسة خدت الموضوع ده وعملت بيه لحن جميل قوي اسمه تنقويهن سوق. المعلم طبعا عارفه بالألحان المختلفة، لو نتبعك، نتبعك بإيه؟ بكل قلوبنا. احفظوا الطلعة دي، نتبعك بإيه؟ بكل قلوبنا. التبعية للمسيح ليها شوية شروط، طب مين اللي حطها لنا؟ السيد المسيح نفسه. ايه يا رب عايز مننا لما نتبعك؟ نعمل ايه بسرعة كده؟ نمرة واحد، تخلوني انا الاول. يعني ايه تخلوني انا الاول؟ يعني اول حاجة في يومك انا، اول كلمة تقولها اذكرني انا،
أول اهتمامات قلبك أنا، أول اهتمامات فكرك أنا. ربنا نمرة واحد في يومي، في صحتي، في فلوسي، في مجهودي، في وقتي، في كل حاجة. ربنا نمرة واحد. ربنا قال لكذا واحد في السكة اتبعني، فيقوم يعني يرد رد خايب كده ويقولوا ايه؟ ائذن لي اولا. حطوا شوية اهتمامات تانية قبل ربنا. ربنا عايز لما تتبعه تحطه هو نمرة واحد، هو نمرة واحد. قدامي كذا وكذا وكذا، هتحط ربنا اخر الليستة ولا اول الليستة؟ هتحط ربنا بعد كوباية الشاي وبعد ما تفطر وبعد ايه؟ لو في وقت قبل ما تروح الشغل هتصلي، لو ما فيش او انا بنصلي بالليل لما نرجع، ولا هقوم بدري مخصوص وتقول له يا الله الهي اليك ايه؟ وبكر. احب الذين يحبونني والذين يبكرون الي يجدونني. اول حاجه في التبعيه ربنا نمره واحد. ربنا نمرة ايه؟ واحد. تاني حاجة في التبعية، من أراد أن يأتي ورائي. حاجتين. مين يقولهم؟ برافو عليك. ينكر نفسه ويشيل صليبه. بذل الذات ربنا بيهتم بيها أول اللي ماشيين وراه. ما تهتمش بذاتك كتير. ايه راحتي؟ ايه اكلي؟ ايه احتياجاتي؟ ايه انا اعوز ايه؟ ايه اهتماماتي؟ في واحد يهتم قوي بنفسه، وفي واحد حياته مش لنفسه. البذل علامة الحب وعلامة التبعية. هكذا احب الله العالم حتى بذل. طب انت عملت ايه عشان تتبعه؟ بذلت ذاتك بجد؟ ضحيت براحتك بجد؟ ضحيت سبته ايه؟ ضحيت بايه؟ طول السكة فكر، انت بتفكر في نفسك ولا بتفكر في ربنا وفي غيرك؟ انت بتفكر ترضي نفسك ولا بتفكر ترضي الاخرين؟ صدقوني يا اخوتي، كل انسان جرب بذل الذات شاف فعلا مجد تبعية المسيح في حياته. اللي حاطط ذاته أهم حاجة، الناس تتكلم عنه، الناس تقول عليه إيه، الناس تمدحه، الناس تكرمه. مش دي التبعية، ده ماشي ورا ذاته مش ماشي ورا المسيح. يبقى هبذل نمرة واحد ذاتي. طب هعمل إيه يا رب تاني غير بذل ذاتي؟ أنا حطيتك نمرة واحد وبذلت ذاتي، طب نمرة ثلاثة أشيل إيه؟ صليبي. شوفوا المسيح هو وإحنا كلنا وراه. الطابور ده علشان تدخل الفيزا، تدخل ملكوت السماوات، لازم تكون إيه؟ شايل صليبك، شايل صليبك. اوعوا في السكة تنزلوا الصليب من على كتفكم وتقولوا لا لا ايه ده يا رب، ده ليه كده؟ طب يعني ايه شايل صليبي؟ يعني كلمة واحدة، راضي. رضا، راضي. ايه عامل ايه؟ الحمد لله بركة ونعم. ايه عاملة ايه؟ الحمد لله في خير وفي سلام. واحد تلاقيه، ده انا فاكر مرة دخلت عليا واحدة في الدير معها اربع اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فافتكرتها بتخدم في الكنيسة وده الفصل بتاعها أو حاجة زي كده. عارفين طلعوا إيه؟ ولادها الأربعة. فبقول لها حبايبي من كنيسة إيه؟ قالت لي دول ولادي، دول بركة ربنا في حياتي، ومعاها كمية رضا وشكر وراحة في الواد. رضا، شايلة صليبها وماشية بيه. اوعى تشيل صليبك. فلان عيان تحتمله، واحد يقول لك لا بص انا امي كده انا مش قادر استحملها، ابويا كده انا مش قادر استحمله، مراتي كده مش قادر استحملها، اختي كده مش قادر استحملها. يا اخواتي، انا لما جيت مصر القديمه هنا جديد كنت
شوية كان وقتي أحسن من كده، وكنت بزور البيوت حقيقة، كنت أشطر من كده بكتير يعني. دلوقتي دخلت بيت لقيت واحدة فتحت لي الباب وجرى كرسي زوجها، استغربت يعني جايبها معاها بتفتح الباب، لقيتش حد معاهم في البيت، فاكتشفت انها بطولها تخدم هذا الزوج. كان عنده شلل كامل كامل رباعي، مش هقول لكم عدد السنوات اللي ما شافتش فيها الشارع يا اخواتي، ومش هقول لكم ازاي كانت سعيده بخدمه هذا الرجل حتى انطلق الى السماء واختارتها الكنيسه ام مثاليه بالرغم من هي ما عندهاش اولاد. ليه؟ شايله صليبها ماشيه بيه. ده فيزا، عارفين الفيزا؟ فيزة فوق شايل الصليب. لا انا مسيحي، من غير ما تشيل صليبك احنا مش موضوع معلقين صليب، ويا الله الصليب بتاعك شيك قوي انت عاملاه فين، ويا بص بتاعك النقشه بتاعته. الصليب صليب بنشيله، بنسمي الرهبان ونسمي لباس الصليب. يعني ايه لباس الصليب؟ شايلينه وماشيين رجاله. يبقى الاول ربنا نمره واحد، اثنين بذل الذات، ثلاثه حمل الصليب، اربعه الترك. لازم اسيب حاجه. يعوزك شيء واحد، اذهب وايه؟ بيع وتعالى اتبعني. بيع، ابيع ايه يا رب؟ اروح اقول لجوزي يلا في صف الحسابات، ولا تروح تقول للست احنا خلاص هنحول الحسابات على كنيسه ابو زيفين؟ هو ده المقصود؟ لا مش ده المقصود. بيع الحاجه اللي انت متعلق بيها. ابراهيم حب اسحاق قوي وابن الموعد، وجاله بعد كام سنه كان شاخ الراجل، فجي ربنا قال له ايه؟ خد اسحاق اللي ايه؟ اللي بتحبه، الذي تحبه. الحاجه اللي انت متعلق بيها قوي بيعها، الحاجه اللي انت ماسك فيها قوي سيبها. اسحاق بتاعك غير اسحاق بتاعك غير اسحاق بتاعك. خلي بالك برضو فيزا للدخول انك تكون مستعد انك دايما بتقدم اسحاق، بايع تارك. سيبنا ايه يا اخواتي واحنا جايين وراء؟ دي النقطة الرابعة والهامة. آخر نقطة أحب أقولها في التبعية للمسيح، إن كان أحد يخدمني فليتبعني، ومن يكرمني ويخدمني يكرمه أبي. علامة التبعية للمسيح أن أنا أكون خدام بخدم. يعني أحط اسمي في كشف الخدام؟ لا خالص. يعني يقولوا علي الخادم الأستاذ فلان أنكل فلان ولا الميس فلانة؟ لا أبدا. يوجد خدام كثيرون واسمهم مش في الكشوفات، ويمكن ناس كتير اسمهم في الكشوفات ويطلعوا فوق ما يلاقوش نفسهم في الكشف. طب ايه هو الخادم؟ الخدمة يا اخواتي مش هي الوعظ، الخدمة خالص مش هي ان انا ادي درس ولا ان انا معلم. كل واحد يخدم بالطريقة اللي هو يشوفها. مقبول انك تلمع الكنب، مقبول انك تزور واحد عيان، مقبول قوي انك في حد غريب تستضيفه، مقبول قوي انك تكسي العريان. احنا النهاردة عندنا اخواتنا اللاجئين السودانيين جايين، جايين بطولهم من الحرب، بطولهم. انا دكتور وجاي بطوله، انا مهندس وجاي بطوله، لبيت. وفيهم حتى اللي معرفش ياخد الشهادة بتاعته يجيب الورق من البيت. طب مين بيخدم الناس دول؟ بمجرد ان احنا قلنا بصينا لقينا كمية ايادي جميلة منكم موجودة بتخدم هؤلاء. اسأل اعمل. انا اسمع ان في سبيل، انا عايز اخدم الناس دول. طب روح الحتة فنية وروح اعمل، هات له واحد كذا، هات له واحد سرير، طب هات له واحد لبس، طب اعمل لواحد كارت اكل كده، اعمل له حاجه. الخدمه قدمها بالطريقه اللي تعرفها،
مش شرط خالص انك تكون واعظ. الوعظ سهل والكلام سهل، لكن يا اخوتي من اللي عايز يتبع المسيح يكون خدام ويغسل رجلين اخوات. هذه الخمسه ما تنسوهاش، فكروني بيها كده نمره واحد. ايه ده نمت ده نمت ولا ايه يا محترم؟ نمره واحد ايه؟ نمره واحد الاول. اثنين التبعيه، ده الموضوع اصلا. نمره اثنين ايه في التبعيه؟ اعمل ايه في ذاتي؟ ابذل ذاتي. نمره ثلاثه اشيل ايه؟ اشيل ايه؟ صليبي. اه مش صليبي الشيك اللي انا عاملاه عند السيخ فلان. ها اوكي. نمره اربعه ايه؟ نمره اربعه اعمل ايه؟ ايه الترك، شطرة، ابيع. نمره خمسه اخدم. اوعى تقول محدش قال لي اعمل ايه. اخدم واخدمي، ما كنتش لسه في حاجه، دور واخدم الاخرين. اخر حاجه بقى عايز اقولها لكم كالمعتاد، معجزه حصلت في الكنيسه دي من سنين قبل ما انا اجي مصر القديمه. ب جيت 13، دي 97، يعني كام ده؟ 13 16 سنة في الكنيسة دي. كان في راجل ومراته، والراجل ده كان خلقي شوية يا رجال. خلقي، عارفين يعني ايه خلقي؟ يعني ايه عصبي. انا مش عارف خلقي دي جبتها منين. عصبي يعني خلقه ضيق، يمكن خلقي دي عصبي. وينكد على مراته الصبح، وينكد على مراته بعد الظهر. والست هو كان بيشتغل، وهي عيني كانت بتشتغل وتعبها قوي بطبعه، وكان عندهم بنت صغيره. المهم قالت له بص انا مستحملت كتير، هيجي وقت مش هتلاقيني في البيت. وخلوا بالكم يا رجاله كل واحد له طاقه، خليك حنين وحلو كده على الستات. طبعا انا بوصيهم عليكم، وانتوا طبعا اسم الصليب عليكم، مش محتاجين توصيه، كنت ساعد. المهم هو متعود يرجعها من الشغل اخرت متعبها، فبيتكلم في المكان اللي بتشتغل فيه عايز يقول لها انه هيتاخر شويه بيروح. قالوا له دي الساعه 3، مشيت وسابت الشغل. روح البيت ما لقاهاش في البيت، ما كانش ليها ولا اب ولا ام. هذه قصه حقيقيه من فم طماف إريني شخصيا، القصه دي من فم طماف إريني شخصيا. المهم طب يدور على المعارف، يدور على حد يعرفه، ما لقاهاش. قعد فين فين، ما فيش ما فيش ما فيش، لغايه ما جه عيد ابو سيفين. راح صلى في الدير، وانتوا عارفين ان الدير الصلاه والقداس خاص بالراهبات، فكانوا يجوا ياخدوا بركه الدير ويصلوا ايه في الكنيسه دي اللي انتوا حضراتكم فيه. يا ابو سيفين رجع لي مراتي الكنيسه دي، يا ابو سيفين رجع لي مراتي. وروح ليله عيد، طب بص لو جبت لي مراتي هجيبها انا وهي ونيجي كنيستك دي وهنصلي القداس بكره ونتناول. يا ابو سيفين رجع لي مراتي، ومش جاي له نوم وما فيش حاجه. قعد صاحي يا اخواتي لغايه 4 صباحا. 4 صباحا يا ابو سيفين يا ابو سيفين، لقى داخل عليه فارس جميل على الحصان بتاعه عشان الصليب. ده الشيطان ولا ده ابو سيفين بجد؟ ده ابو سيفين بجد؟ يغمض ويفتح، لا ده ابو سيفين بجد. قال له بص لو انت ابو سيفين بجد خلي مراتي تتصل بيا دلوقتي. تتصل بيا دلوقتي الساعه 4 الصبح. ضرب التليفون. يا حبيبتي دلوقتي، يا حبيبتي اهو انت فين وتعالي ومستنيكي. هي ايه ولا كلمة وراحت ايه حتى السماعة. يا ابو سيفين يا ابو، انا طلبتك وهنيجي نصلي القداس. طب خليها تتصل تاني. اتصلت تاني. ياو ياو، احيانا الوعود
بعد يعني احيانا مهم. راحت حتى السماء، راح جاله فكره، هو عند ابو، راح ايه قال له بص فين اخر مره، خليها تتصل بيا بس ثلاث مرات. وراح جري على مين؟ على ابوه. قال له بص تعالى رد على التليفون، مراتي بتتصل. قال له عم مراتك ايه؟ مراتك اتصلت الساعه 4 الصبح، وايش عرفك انها مراتك؟ فالجار ده قال له بس تعالى انا بقول لك بعدين. وضرب التليفون تاني ورد الاب بعقل الابوه بقى، ها الاب حلو كده وعقل الاباء الحلوين، وقال كلمتين جمال كده حننوا ايه؟ قلب مراته. طب وبنتي؟ راح هو بقى خد السماعه، كل اللي قاله بابا وزياده، بكره نتقابل في كنيسه ابو سيفين اللي انتوا قاعدين فيها دي، ونصلي مع بعض القداس ونعترف عند ابونا، بس ما اعرفش كان ابونا مين في الاباء اللي موجودين، او كنتش جيت يعني، ونعترف ونتناول. وفعلا يا اخواتي جم الصبح واعترفوا وتناولوا، ورجعت العيله بتغيير كبير وبتوبه كبيره بشفاعه ابو سيفين. بس عايز اقول لكم الست دي كانت حكيمه، راحت لصاحبه مامتها، ست كبيره، والست الكبيره دي من عقلها بقت تقول لها ايه؟ بصي انا بحبك بس حبيبتي ارجعي بيتك، ارجعي بيتك، اتصلي، ارجعي بيتك، اتصلي. فشوفوا ربنا اشتغل في قلب وفي قلب بشفاعة أبو سيفين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.